غالى الاسعار مستمر في المغرب وحتى واحد ما مسوق، واكلين واقيلا الساكسه المسكوته. راشد الادريسي يفجرها. كما كتشوفوا وكنشوفوا كاملين، الاسعار ماشيه وكتزيد وحتى واحد ما مسوق، كلشي ضرب الطم، الحكومه والمواطن والصحافه. شنو واقع زعما؟ كتخرج عند الخضر كتجبر كلشي شي على عافيه، كتمشي عند الجزار كذلك كلشي شي على عافيه، كتمشي تشري شي حاجه كتجبرها شي على عافيه، يعني العافيه نايضه وحتى واحد ما كيتكلم وحتى واحد ما كيتطرق لهذا الموضوع، والانسان مضرور وكاتم الضر في قلبه. الاعلامي راشد الادريسي خرج بتصريح وما قال غير الحق. شنو واقع في هاد البلاد؟ واش ما كاينش المراقبه زعما؟ ورا الدرويش مشى للزبل واقيلا. باش نتايا عندك الاسعار غادا كتفرقع في البلاد ومريح وساكت وبحال ما كاين والو زعما. كتبين انه مادام انه وزير مريح عنده كلشي كيجي حتى لدارو ترونكيل مع راسو، ما كما تشوف ما مقيوش هو بهادشي ديال 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 زيت في البطاطا، زيت في الزيت، زيت سميتو كيوصلوا كاع ما كيعرف كاع حتى شحال شهريه. ولكن فينا هو هاد الاعلام؟ حتى هو اللي غادي يهضر اليوم مع هاد الحكومه ويعاتبها ويقول لها كلشي ضرب الطم، حكومة ضربت الطم، إعلام ضرب الطم، إيوا، ونبقاو كنتفرجوا بعضياتنا.